أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إلى بقية الآيات الكريمة في هذه السورة المباركة. قلنا أن هذه السورة اسمها سورة هود بمناسبة ذكر هذه الآية، وإلى عاد أخاهم هودا. بالتسلسل التاريخي عندما ننظر إلى كتب تاريخ الأنبياء نرى أن هود من سلالة شيث. البشرية هكذا بدأت، آدم وحواء أبوانا سلام الله عليهما، بعد آدم يأتي شيث أو شيث، وبعد ذلك يأتي إدريس، وبعده نوح عليه السلام. الفترة ما بين نوح إلى هود لا ندري كم سنة، بعض التواريخ يقولون كم مئة سنة. عندما غرق الناس كلهم الكفار بالطوفان العظيم المعجزة العجيبة، ونجت سفينة نوح واستوت على الجودي مدنوا المدن، سووا مدن، قرى مدن، الناس الكثر عنده ثلاث أولاد، نوح يمكن بناتهم عنده، هذولا توالدوا وتناسلوا 80 نفرا حسب ما يقال، أنا أتصور يمكن أكثر من 80 نفر في السفينة العملاقة، يمكن أكثر كانوا المؤمنون به. هذولا أيضا نزلوا من السفينة، بدأوا بإعمار الأرض، هذا اللي يبني، هذا اللي يغرس شجرة، هذا اللي يسوي، هذا اللي الحيوانات اللي جاروا وياهم، وهكذا. فتناكحوا وتناسلوا وتوالدوا وكثروا. بعد نوح مع الأسف عندما انتشرت الأقوام من حبهم لنوح عملوا تماثيل كما أشرنا في الليلة الماضية، وعبدوا هذه التماثيل فصارت أصنام. بداية العبادة للأصنام هكذا بدأت، لأن أيام نوح كانت واندثرت، بقيت الثلة المؤمنة فقط، هذول أيضا أولادهم أولاد أولادهم أحفادهم أيضا ظلوا عن الطريق. نوح بشر بهود أيضا، قال من أولاد أولاد أولادي يأتي نبي. العجيب إخواني أنه كل نبي من الأنبياء الكبار من أولي العزم خاصة ومن
الأنبياء المرسلين اللي 13 و 300، هذول كانوا يبشرون اللي باللي بعده. هذه جدا مهمة. ها شلون مهمة؟ لأنه أولا من أين تعلم أن سوف يولد لأحفاد أحفاد أحفادك شخص اسمه هود مثلا، أو شخص اسمه موسى؟ يوسف عليه السلام عندما أراد أتته الوفاة جمع بني إسرائيل وقال سوف تعذبون مرة ثانية، هذا فرعون الجديد راح يكون كافر وسوف يعذبكم أنتم بني إسرائيل، ولكن راح يجي بعد سنوات شخص من أصلابنا اسمه موسى. موسى عليه السلام بشر بعيسى، عيسى وموسى كلاهما والأنبياء بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء كانوا يبشروا الواحد الآخر، ليش؟ حتى المؤمنون تصير عندهم نوع من الطمأنينة، لأن مو كلهم كفار صاروخوا، مو كلهم عبدة الأصنام، بقيت ثلة مؤمنة جيدة متقية مؤمنة. هذول يحتاجون إلى شنو؟ إلى نوع من الصبر، كما نحن الآن ننتظر ظهور مولانا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولد من هذه السلسلة بعد نوح ولد شخص اسمه عاد. عاد اسم، أقوامه ذريته صاروا قوم عاد. هذا عاد شنو؟ عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح، يعني أربعة آباء يصل إلى نوح، هو من أحفاد سام. هذولا عجيبة أنه كانوا يسكنون في اليمن وصارت لهم مدنية جدا متطورة، وكانت أجسامهم قوية وطويلة، عمالقة كانوا هذولا، هكذا في التاريخ، والإشارة إليها في القرآن أيضا، نقرأ في آيات القرآن إشارة لهذا. بنوا قصور، كانوا ينحتون من الجبال أيضا بأدوات وبقوتهم أيضا، يخلعون الصخرة ويجيبون يوقفون الصخرة هكذا يبنون عليها قصور. بعض الأوقات لما نشوف في بعض الآثار أنا شايف هذا الشيء، الآثار القديمة. إشارة أكو في القرآن إرم ذات العماد، إرم قصور كبيرة ومتسلسلة مع بعض وحدائق، هذه يسموه إرم، منطقة ذات العماد يعني إلها أعمدة. ما أدري منو منكم رايح إلى بعلبك، أنا رايح، اللي رايح يدري، أو في إيران مثلا، عندما تشوف في صخرة جدا مستطيلة طويلة جدا، فوق هذه العمود فيها، فوق هذا العمود صخرة بطول أمتار، شلون ودوا يذني؟ بعض يقولون الجن كانوا يساعدونهم، أو عندهم مدنية، عندهم حضارة، عندهم في التقنية أيامهم، ما أدري، على الآن موجودة بعد. بلادهم من أخصب البلاد، بلاد من؟ بلاد عاد، قوم عاد، أكثرها جنانا وأنهارا، هاي النصوص اللي أقرأ لك، أكثرها جنان جمع جنة يعني بساتين وأنهار، مساكنهم محفوفة بالأشجار، يعني في ثروة هائلة، قدرة بدنية جدا طائلة، هم أقوياء، مدنية عندهم. هذا الشيء يولد البطر مع الأسف، إذا لا يقترن مع ذكر الله ومع الأخلاق الفاضلة والدين الصحيح يولد نوع من البطر والبثخ، نستجير بالله.
أعمارهم طويلة أجسادهم عظيمة كما أشار القرآن وزادكم في الخلق بسطة. خلق يعني البدن، بسطة. التاريخ يقول هذول كان، هسه أنا ما أريد أجيب بالدقة لأنه ما أدري صحيح أو لا، يقول كم متر كانوا يعني، صحيح أو لا ما أدري، ولكن أقوياء كانوا. ولد فيهم، في من؟ في قوم عاد، ولد فيهم هود النبي يعني اللي إحنا الآن دا نقرأ سيرته في سورة هود. ولد فيهم هود ابن عبد الله ابن رباح ابن جلوت ابن عاد ابن عوس ابن إرم ابن سام ابن نوح. سلسلة 10 سلاسل يوصل إلى نوح، ولكن يصل إلى عاد بخمسة، يعني عاد لمن عاش ومدن المدن وسوى حضارة ومدنية، أولاده أحفاده ذرية كثروا. هذا النسل الخامس، هود من نسل الخامس من عاد، بس بالنتيجة يسمى قوم عاد لأن عاد كان ملك وكان عظيم وكان هو الأساس في هذه القبيلة. خب، عبادة الأصنام انتشرت إلا في القليل من المؤمنين الذين بقوا على شريعة نوح عليه السلام، لأن بعد نوح جاي هذا. أوحى الله إلى هود وعمره 40 سنة مثل النبي صلى الله عليه وآله، فبدأ بالتبليغ. شنو تبليغه كان؟ نفس تبليغ بقية الأنبياء. قال يا قومي اعبدوا الله، يعني اتركوا الأصنام. هنا أنا واحد يجي يقول خلاص إذا هذول عبدوا الأصنام شنو بيها يعني؟ هذا السؤال يطرح طبعا. فرضا سوى قوم من الأقوام عبدوا الأصنام، أولا الإشكال الأول أن عبادة الأصنام خرافة باطل، والله لا يقبل الباطل. أمة تعبد أحجارا بدل أن تعبد الله، هذه خرافة. فالله يريد أن يصحح أفكار الناس ورؤى الناس، هذه واحدة. ثانيا أساس الموضوع لما صار أعوج بقية الأمور تصير عوجة. يعني مثلا شنو؟ يعني إذا واحد ما اعتقد بالله ولم يعتقد بالآخرة والمعاد والقيامة والجنة والنار والثواب والعقاب، كل شيء يسوي. هذا المهم، يعني المجتمع يفسد. الآن إذا نلقي نظرة إلى بعض المجتمعات بدون ذكر اسم، ولا سمح الله ليكن مجتمعاتنا أيضا تنحو نحو نفس النحو، نشوف هذول ما يعتقدون بشيء، لا يعتقدون بالآخرة ولا يعتقدون بالله، علمانيين صايرين ملحدين. شو يسوي؟ يفتكوا بالناس. يفتك بالناس يعني شنو؟ مو فقط يقتل، مو فقط يسجن ويعذب. مثلا من باب المثال، انا ما اريد امثل بشيء معين لان دائما احتاط في هذه الامور، اذا صح ما يقال، اذا صح ما يقال ان هناك مختبرات لزرع الاوبئه الفتاكه كما تسمعون هذه الأيام، إذا كان صحيح، بس بعض يقولون صحيح بعض يقولون مو صحيح، ما علينا. إذا كان صحيح وهو صحيح، طيب هذا من شنو يصير؟ سؤال. هاي المختبرات الوش حتى يفتكوا بالناس. إذا واحد يطلع يقول أنه نفوس العالم كثيرة يجب أن نخفف نقتلهم، يعني هذا شنو؟ هذا من عدم العقيدة بالله سبحانه وتعالى، من عدم العقيدة بالآخرة والمعاد، بالقيامة، بالثواب، بالعقاب، بالجنة، بالنار. يعني أنت لا تفكر أنه تعالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،
هذا هو. لا، هذه البداية. البداية الأساس إذا كان باطل يبنى عليه باطل أيضا، التصرفات تكون باطلة. يعني قتل الآلاف الآلاف من الأطفال جوعا ومن عدم أدوية يصير عادي عندهم، هذا يصير. أما الذي يعتقد بالآخرة، يعتقد بالثواب والعقاب، ولو كان مسيحي، ولو كان يهودي، ولو كان مجوسي، المهم أن عقيدته تكون صحيحة، يعتقد بالله ويعتقد بالمعاد، هاي الاثنين أساسان. الأنبياء كانوا يركزون على هذا الأساس، ولذلك تشوف هاي الآيات اللي قريناها في قصة نوح، الآن نقرأها في قصة هود، بعد راح نقرأها في قصة شعيب وصالح وكم نبي نقرأها الأيام إن شاء الله في هذه الليالي في سورة هود. كلهم يركزون على شيء واحد، على شنو؟ على التوحيد، أن اعبد الله وحده. لأن الأساس هذا إذا ركزت على الأساس البناء يطلع صحيح، أما إذا الأساس مو صحيح كل شيء يخرب. هذه بعض التفاصيل عن سيدنا نوح، سيدنا هود عفوا عليه السلام في قوم عاد. كانوا يضربونه مثل ما كانوا يضربون نوح عليه السلام، يضربونه يوقع مغشى عليه، مغمى عليه، عجيب كانوا الناس. يعني آمن به ثلة، بعض يقولون من كل السنوات اللي بقى حوالي 670 سنة عمر كأجداده نوح وغيره، كانوا معمرين ذاك الوقت، 4000 نفر آمنوا به والبقية لم يؤمنوا به. فبعد كل هذه الأمور هددهم هود بالعذاب. قلنا قبل كم ليلة أن العذاب استئصالي وغير استئصالي. استئصالي يعني كل الجذور تعذب، يعني لا يبقى منهم أحد، هذا يسموه العذاب الاستئصالي، مثل طوفان نوح. في قضية هود طوفان ما أجا، شيء عجيب صار. صار عندهم رمال متحركة اللي يسموها الأحقاف، أكو سورة في القرآن اسمها الأحقاف حول هؤلاء. رمال اجتمعت، هذول عندهم بساتين في اليمن، عندهم قصور، عندهم أشجار، أنهار، حضارة مدنية. فد مرة شافوا دا تجي رمال، شايفين هاي العجات اللي تصير، هو تجي تروح الحمد لله. لا، هالمرة اجت يعني ملايين المكعبات، تقدر تقول مليارات الأمتار المكعبة من الرمال اجتمعت حول قصورهم وجنانهم وجناتهم وبساتينهم وقصورهم. أول شيء قالوا خو هذا عادي نوخره، هم عمالقة كبار، بدأوا بتنحيتها ما فادت، رجعت. أتى إليهم هود عليه السلام قال هذا بداية العذاب، لم يفد معهم. مع ذلك صار عندهم 7 سنوات قحط، لم تنزل قطرة من المطر، مع أنه مساكنهم كانت ممطرة، كانت بها مطر، كان بها وابل من المطر. العذاب الأول بدأ بالأحقاف يعني بالرمال، بعدين المطر أقلعت السماء عن المطر، مطر ماكو. هذه بدايات العذاب. هي يجي هود ينذرهم أن هذه بدايات. طبعاً الكبارية ما يقبلون، هذول اللي متفرعنين ما يقبلون. إلى أن أتى ريح، أتت ريح عجيبة في الآيات القرآنية. الآن نقرأ أنه ريح صرصر عاتية، ريح كلمة واضحة، صرصر شنو؟ صرصر ذلك تلك الريح، لأن الريح مؤنثة، تلك الريح التي فيها برودة شديدة وصوت شديد. نستجير بالله، أنا شفت في رواية أنه من أقوى جنود الله الريح،
واحد يتصور الهوى يكون جندي من جنود الله، أعتى جنود الله الريح، يعني أقوى. احنا شايفين ريح طبعا، شايفين عجة، شايفين ريح يصير إعصار، حتى في بعض البلاد نشوف أفلامها. إذا سرعة الريح اشتدت كثيرا، كبرت، وإذا صار بي برد شديد، برد اللي يجمد يعني، هذا يسموه صرصر باللغة العربية، عاتية يعني مدمرة ناسفة، 7 أيام بلياليها اجت هذه الريح. من هنا الرمال موجودة، قحط موجود، جوع صاير عندهم، والريح اتت فقلعت كل شيء. استجيروا بالله، دمرت كل شيء. انا اخترت بعض الآيات القرآنية من غير سورة هود. بالمناسبة أقول لكم أنه القرآن، دائما أقول هذا الشيء، القرآن ليس كتاب قصة، كتاب عبرة، كتاب موعظة، كتاب نصيحة، كتاب حكمة، كتاب أحكام، كتاب إرشاد، كتاب بصيرة كما يقال، كما إشارة أكو في القرآن له. فالقصص تتناثر، يعني شوية من قصة عاد وهود يجي في قصة في سورة هود، شوية في قصة سورة الشعراء، شوية في سورة الأحقاف، شوية في سورة ما أدري السور الأخرى اللي أنا كاتبها أيضا، في سورة أعراف مثلا. هذا ليش تجي الشكل؟ لأن بالمناسبة التي تناسب الآية اللي قبلها. في سورة هود حوالي 6-7 أنبياء ذاكرين اسمهم، مذكورة أسماءهم. من تلك الآيات التي نقرأها حول هود وقومه عاد، طبعا بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هذه الصلاة على محمد وآل محمد لسببين، أولا أنا أشرب ماء، ثانيا أنتم شوي تتنفسون. في سورة الأعراف، واذكروا، يعني يا ناس يا مسلمين، اذكروا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. عفوا، هذه إشارة إلى قوم عاد مو إلنا، بس بالنتيجة إلنا أيضا، خب معلوم، نصيحة إلنا. يعني يا قوم عاد، من يقول لهم؟ هود يقول لهم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. قوم نوح راحوا وانتهوا، أولادهم ذراريهم نسلهم راح، بعد قوم نوح انتوا جايين، هذا معنى خلفاء. خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. هذه إشارة إلى القوة اللي قلت، مو قلت أنه طولهم كان جدا عجيب، أجسادهم كبيرة قوية. يعني الآن إذا إحنا نشوف واحد طوله مثلا 3 أمتار نستغرب. في الروايات التاريخية يقولون كم متر، هواية يعني، أنا ما أدري أصدق أو لا. مرة أذكر رحنا في جبل في قاسيون نزور الشهيد الأول من ذرية آدم هابيل عليه السلام، ما أدري منو رايح هناك. رحنا شفت في القبر أنا نصف بطول نصف هاي الديوانية، إيه شكل طويل، هو يمكن طولهم قبل كان أكثر من عندنا، يمكن ما أدري. ولكن هذه الآية تدل إشارة إلى هذا الموضوع، وزادكم يعني يا قوم عاد في الخلق بسطة. بسطة يعني هم طول هم ارتفاع هم قوة هم عرض هم هندام جدا قوي، هذا يسموه بسطة، من يعني واحد يبسط في الشيء. خب شو نسوي؟ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
ما دام الله معطيكم قوة، معطيكم أبدان قوية، طول، اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله لعلكم تفلحون، يعني فلاحكم في ذكر نعم الله وشكرها. المشكلة في هذه الأقوام السابقة واللاحقة، والآن احنا أيضا مبتلين. الآن كمثال، أنا دائما أريد أن أطبق الآيات على واقعنا الحاضر. احنا بالنسبة إلى كثير من المناطق وضعنا زين والحمد لله. احنا لما نقول يعني هالمناطق اللي نعيش بها، هالمدن، الدول التي نعيش بها، أمان موجود، نوعا ما رفاهية موجودة، صحة تقريبا لا بأس بها، إمكانات موجودة، هذا شنو هذا؟ آلاء، هذه جمع إل، يعني آلاء جمع إل، فبأي آلاء ربكما، جمع إل، إل يعني نعمة، هذه آلاء. قارن هذه الدول، هذه المناطق بدول أخرى، بعضها فيها حروب، أمان ماكو، بعضها فيها جوع، بعضها يروح أقرأ في الجرائد في المجلات أطفال يموتون جوعا، من الجوع يموت. احنا في آلاء، في نعم، الحمد لله، يجب أن نشكر الله، نشكر الله بلسان، بألسنتنا، بقلوبنا، بعدين ألسنتنا وبأعمالنا. مشكلة قوم عاد ومشكلة قوم نوح ومشكلة بقية الأقوام، وهذه عبرة لنا، أننا أنهم لم يشكروا نعم الله. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، يعني فلاح لكم، هذا سعادة لكم في الدنيا والآخرة. ولكن الإنسان متجبر بعد. هذه آية. الآية الثانية فقط أقرأ آيتين والبقية غدا إن شاء الله. إشارة إلى ما أنعم الله على قوم عاد في سورة الشعراء. أتبنون من البناء، أتبنون بكل ريع أو ريع، الرعي المكان المرتفع، كانوا يبنون في الجبال، في الجبال يبنون بيوت للفخفخة، للأبهة، حسب تعبيرنا كشخة مثلا، ما أدري ليش، قلت تعال ابني بالسهل، في الجبال يبنون من الصخور الجبلية ومرتفعة. أتبنون بكل ريع آية، آية يعني البناء مرتفع يسموه آية، تعبثون، يعني غرضكم مو للسكن، للعبث. شايفين بعض الناس فقط يشتري في السيارة هواية كشخة مثلا حتى يعبث، هذا هو، ما يحتاج، عنده سيارة ثانية مثلا، ما بي إشكال. وأريد أقول الحياة ما كانت عند قوم عاد للرفاهية فقط، كانت للعبث. تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مصانع هم بمعنى المصنع، يجي جمع المصنع، هم بمعنى البيوت الكبيرة، الفلل الكبيرة. ليش؟ لعلكم، هذول كانوا يسوون بنايات لدفع العدو، لدفع التراب، لدفع الغبار، هذا معناته المصانع، مو مصانع يعني معامل، مصانع لعلكم تخلدون. انتوا تفكرون انه خالدين، موت ماكو؟ قلنا ان الاساس اذا خرب، يعني اذا التوحيد ماكو، الانسان مشرك، لا يعتقد بالآخرة ولا بالثواب والعقاب، شو يصير؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هذه النتيجة، تبطشون بالفقراء بالضعفاء بشكل جبروت، بطشتم جبارين. فاتقوا الله وأطيعوني، هود يقول لهم في سورة الشعراء هذا، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. من أعطاكم هذه المدنية والحضارة والقصور والجنات والأنهر؟ الله أعطاكم، فاتقوه. أمدكم بأنعام، حيوانات، وبنين، نسل كبير كثير، وجنات يعني بساتين وعيون. هذه كلها إشارة إلى ما ذكرنا آنفا، أن المدنية في زمن عاد
يمكن كان في اليمن كما يقال، كانت مدنية جدا راقية ومتقدمة وفي نعمة ورفاهية، ولكنهم أشركوا بالله. بقية الأمور إن شاء الله غدا نتلوها عليكم بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الموعظة الأخيرة من مولانا علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه، رزقكم الله أولا ورزقني إن شاء الله زيارته بعد العيد أو قبل العيد. سبعة أشياء من الاستهزاء. أتصور أنا هذه قارئة قبل سنوات، إيش شكل في بالي، بس للذكرى نكرر. الإمام يقول أكو سبعة أشياء واحد يستهزئ مع نفسه إذا يسويها. الإنسان عادة ما يستهزئ بنفسه، يستهزئ بالآخرين، بس هذه الأعمال إذا سواها كأنه يستهزئ بنفسه، يضحك على نفسه. شنو؟ أولا، من استغفر الله بلسانه ولم يندم قلبه. بداية الاستغفار إخواني أو حقيقة الاستغفار الندم القلبي. إحنا نأخذ السبحة للاستحباب، زين هذا طبعا 100 مرة نقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، ندم قلبي إذا ماكو ما يفيد. لأن كل شيء، أنت الآن ليش جت الديوانية هنا لمجلس التفسير؟ كان عندك نية أروح أشوف هذا السيد شي يقول، أولا تفسير قرآن أستمع أحصل ثواب أجر أتعلم شيء، هذه النية. بعد إذا ماكو وراء عمل نية ما له قيمة أصلا. فأول الاستغفار هو شنو؟ الندم القلبي. طيب إذا واحد بيده سبحة وده يقول أستغفر الله ولكن ما ندمان على ذنبه وعلى المعصية، فقد استهزأ بنفسه. الإمام الرضا يقول هذا ده يضحك على نفسه. الأئمة صريحين في الموعظة، والموعظة لازم تكون صريحة حتى تؤثر. ثانيا، ومن سأل الله التوفيق، احنا دائما نقول الله يوفقك، اللهم وفقني لما تحب وترضى، زين دعاء زين هذا، نسأل التوفيق من الله. ومن سأل الله التوفيق يعني سأل من الله أن يوفقه لعمل الخير ولم يجتهد. واحد قلت تجي إلى مشهد للزيارة، قال إيه أكو نية. خب زين هذا، نية موجودة، قصيت تذكرة لو لا؟ روح واخذ تذكرة، هذا يصير اجتهاد. اجتهاد يعني أنه تعمل تطبيق لما نويت. ومن سأل الله التوفيق ولم يجتهد فقد استهزأ بنفسه. ايش قد صار؟ 2. الثالث، ومن سأل الله الجنة، يا رب ارزقنا الجنة، حقيقة خوش دعاء هذا في شهر رمضان، ولم يصبر على الشدائد، الصوم شدة، عدم المعصية شدة، عدم الكذب شدة، عدم استهزاء الآخرين شدة، عدم هتك الأعراض شدة، عدم الغيبة شدة. الإنسان كل شيء يريد يسوي، فإذا ضغط على نفسه كأنه دا يسوي شنو؟ في الشيء الشديد دا يعمل على نفسه. هذا الصبر على الشدائد، على المعاصي يعني. ومن سأل الله الجنة ولم يصبر على الشدائد فقد استهزأ بنفسه. الرابع، ومن تعوذ بالله من النار، دائما نقول اللهم إنا نعوذ بك من النار، خوب، ولم يترك شهوات الدنيا يعني المحرمات فقد استهزأ بنفسه. الخامس، ومن ذكر الموت ولم يستعد له، منو يقدر يقول ما أموت؟ كلنا نموت، بس أكو استعداد للموت؟ إذا علينا ديون، إذا علينا أخماس، إذا علينا زكوات، إذا علينا حقوق شرعية، إذا علينا واجبات تجاه آبائنا، أمهاتنا، أرحامنا، أي شيء تصفية. ومن ذكر الموت ولم يستعد له فقد استهزأ بنفسه. السادس،
ومن ذكر الله ولم يشتق إلى لقائه. لقاء الله مو بالجسد طبعا، يعني لقاء ثواب الله، لقاء رضا الله. أنا أدري أن الله راضي عني، هذا شقد حلو، هذا معنى اللقاء، مو لقاء اللي بعض الملحدين يقولون، غير الملحدين يعني، هذول اللي يفسرون بآرائهم، يقول يوم القيامة تشوف الله بعينك، ما ممكن هذا، الله ليس بجسم حتى تراه. ومن ذكر الله ولم يشتق إلى لقائه يعني رضاه فقد استهزأ بنفسه. السابع والأخير، ومن أصر على المعاصي وطلب العفو من ربه. أعصي وأكرر وأكرر وأكرر، أصر على المعصية ولكن أطلب من الله العفو، هذا فقد استهزأ بنفسه. حقيقة كلمات الأئمة سلام الله عليهم نور، وينور أو تنور قلوبنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالجد والاجتهاد بتوفيق من الله لزرع هذه الصفات الحميدة في قلوبنا وفي جوارحنا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله الله الله.